مرحبا، اسمي باسم يوسف. أهلا بكم من جديد في برنامج كونكت ذا وورلد. أنا المقدم الجديد لأنني في دبي وبيكي أندرسون في مكان لا يمكن العثور عليها، لذلك أنا توليت تقديم البرنامج. إذا ماذا لدينا هنا؟ دعونا نربط العالم معا. ماذا؟ طلبوا مني أن آتي وارتديت بدلة زفافي وجئت إلى هنا. هيا، لا أستطيع الحصول على الراحة هنا. ارتديت أكثر بدلة سوداء لدي.